استمعونا الآن إلى موبايلات من قلب الأحداث. ومعنا موبايلة من الموبايلات من أمام أحد محلات أكسيوم. نتعرف بيكي؟ مدام شريحة. القصة إيه يا مدام شريحة؟ فرحانة كده ليه؟ فرحانة لأني أخيراً لقيت المكان المناسب ليا واللي يعرف قيمتي ويخاف عليا. نوضح للسادة المستمعين من فضلك؟ لقيت أكسيوم يعني خدمة عملاء إيه وعمالة مدربة على الصيانة إيه، وأجهزة تصلحني أنا وكل الموبايلات اللي زيي ما أقولكيش عليها. وأهم حاجة إني في أكسيوم مكاني محفوظ وسط أكبر الماركات العالمية. كل ده ومش عايزاني أبقى فرحانة. وبكده عرفنا حل المشكلة. اسأل عن ضمان أكسيوم، أكبر مركز وموزع معتمد لأفضل ماركات الموبايلات في العالم. أكسيوم تيليكوم.